يتم بشكل هيا يا نصيري. اليوم حبيب الله رسميا معنا لعبة فيفا موبايل 2023 العالمية على البلاي ستور بمود كأس العالم قطر 2023. اول شيء من يريد تتبع هذا الحدث وسأنزل يعني سلسلة في قناتي الثانية باسم زد دي جيمر، سأنزل فيها سلسلة سنلعب بالمنتخب المغربي حتى النهاية ان شاء الله، ستكون سلسلة جميلة. من يريد متابعتها فرابطها ستجدونها في يعني السلسلة سأضعها في قناتي الثانية. فعلى العموم تم اطلاق الان السيزون 2022-2023 بشكل رسمي على البلاي ستور بالتعليق العربي، ليست النسخة الصينية التي كانت من قبل على تينسنت، بل هذه النسخة عالمية بالتعليق العربي واللغة العربية. فعلى العموم اللي كان يطيل عليكم فيلا بينا لتجربة هذا الحدث الأسطوري. فكما تلاحظون معنا حذيف لها هي النسخة باللغة العربية، فكما تلاحظون معنا الآن سنحاول أن ندخل هنا إلى الأحداث ونختارها وكأس العالم قطر 2022. هنا حبيب الله سنختار يعني محترف، هاوي، نصف محترف أو محترف. هيا سنختار محترف حبيب الله. صراحة هذا الخيار سأختاره، يعني نختار نصف محترف أفضل، ولكن نختار محترف. لماذا؟ نحن نواجه الصعوبات فلما لا حبيب الله. هنا المنتخبات المتواجدة، قطر بالطبع هي الأولى لأنها هي المشرفة على تنظيم هذا الكأس. هناك السنغال، هولندا، هي نذهب مثلا في هناك الويز، إيران، السعودية أيضا متواجدة، تونس، يعني كل المنتخبات التي رشحت لكأس العالم 2022 في قطر. هناك إسبانيا، هناك هذا المغرب هو الذي سنختاره، وهنا باقي المنتخبات الأخرى. أين هو المنتخب المصري؟ أنا ما أعتقد، نعم على ما اعتقد المنتخب المصري لم يتأهل للعموم حبيب الله. هيا سنقوم باختيار المنتخب المغربي، نقوم بالضغط هنا على تحديد، ولاحظوا معنا نفس المجموعة التي لعب مع المنتخب المغربي مع بلجيكا، كرواتيا، كندا. صراحة أحبيب الله ستكون سلسلة رهيبة في قناتي الثانية، أنصحكم حقا بها. على العموم نضغط هنا على العب. هنا الجدول، المكافأة، التشكيلة الأساسية، سندخل إلى التشكيلة الخاصة بنا. وصراحة التشكيلة كما هي، هناك أوناحي، مرابط، أملا، حكيمي، أجريد، حبيب الله، سيس، المزراوي، هناك زياش، نصيري، وبوفال. وهي نذهب مثلا في الاحتياط، هناك نعم منير الحدادي، هناك بالهندة، حاريج، منير، و ما يا حبيب الله وعطية الله اللاعب الذي يلعب مع الفريق الوداد الرياضي. فعلى العموم حبيب الله اللاعبون هنا هنا فكما تلاحظون يعني اللاعبون جميعهم متواجدين. هيا سنقوم بالرجوع على بركة الله، سنقوم بلعب العب وسننافس على ما اعتقد صراحة والله هذا الحدث لعبة هذا الحدث بالمناسبة حبيب الله، يعني الآن فيفا 2023 يعني هربت عن لعبة بيس صراحة. بيس واو تعليق العربي صراحة أفضل تنظيم سيكون لكأس العالم سيكون لهذه السنة في قطر صراحة، والله سيكون أفضل تنظيم. وما أعجبتني صراحة ملاحظة حبيب الله، ما أعجبتني صراحة قطر أنها يعني فرضوا عليها على ما أعتقد تلك الألوان الخبيثة المعروفة حبيب الله. شوف يا بوفال تمريرة عالية في منتهى الجمال، هذه شيء رائع. يعني نحن أيضا العرب لديهم سياسة ولديهم مبادئ ولديهم دين، يعني نحن في الدين فلا يجب علينا أن نتخلى عن مبادئنا. فصراحة شيء جميل. فعلى العموم سنعد لكم بعض ممتاز في قراءة اللاعب،
سنختار الكاميرا على الشكل، نختار الهجوم. يعني نحن الآن نلعب على أقصى على أقصى مستوى، يجب علينا أن نكون حذرين جدا. هيا هيا، لا 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 لا، لا أرجوك زياش، ماذا تفعل هناك يا زياش؟ هل أنت دفاع؟ على العموم حبيبي، هيا هيا هيا، بوفال بوفال بوفال، ماذا تفعل؟ اللعب عشوائي صراحة، لأنني والله كثير لم ألعب فيفا، يعني على ما أعتقد فقط عندما أريد أن أعمل لكم جيم بلاي، أما في أغلب الأحيان لا ألعبها كثيرا. أما الآن في هذا الحدث سأنزله وألعب معكم في قناتي الثانية إن شاء الله. على العموم خطيرة خطيرة حبيب الله، وماذا تفعل؟ مرابط زياش، أناحي إلى نصيري، نصيري ماذا تفعل؟ بوفال بوفال بمراوغتها الرائعة إلى نصيري، ولكن لم تصل إليه الكرة صراحة. عندما تلعب في هذا الحدث بالمنتخب الخاص بك فهذا شيء جميل والله. نتيجة التعادل، والفريق يبني الهجمة بتنظيم، فرصة كبيرة مع لوكا لن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. نعم، هيا يا بوفال، هيا يا بوفال، هيا يا بوفال. يقر إضافة دقيقة واحدة للمباراة. يوسف النصيري، هيا زياش، هيا زياش، ينعلبوا. ماذا كان صراحة ستكون هدف؟ نحن الآن نلعب، ماذا تفعل؟ نلعب مع كرواتيا، فهي من بين أقوى المنتخبات، ولا ننسى على أنها في سنة 2018 يعني لعبت في الفينال لكأس العالم مع فرنسا، وفازت فرنسا حين ذاك. على العموم يعني لا ننسى أنها من أقوى المنتخبات منتخب كرواتيا. ماذا تفعل يا بوفال؟ هذه الكرة صراحة ليست منك. فعلى العموم أقرد، هيا أقرد، هيا أقرد على هذا الشكل. أندري كراماريتش، هيا 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 يا حكيمي، هيا يا حكيمي، الهدف الأول. مودريتش يعني كنت أعرف على أنه سيسجل علينا هدف. نعم، مودريتش لاعب قوي ولاعب مهاري جدا، يعني يسجل الكثير من الأهداف وبالأخص في ذاك المكان. هيا يا نصيري، واو واو واو، على طريقتها الرائعة، لاحظوا معنا إلى الإعادة. زياش بوم، نصيري برأسية، وهدف رائع جدا، واحد مقابل لا شيء. فعلى العموم حبيب الله، والله والله صراحة هذا الشيء. نعم هناك بعض المنتخبات للأسف لا يعني ليست موجودة في كأس العالم لأنها لم يعني لم تمر من المجموعة. فعلى العموم يعني أي منتخب عربي فيعني يمثل الكل، فلا ننسى أننا مسلمين حبيب الله. وصراحة أنا شخصيا والله في كرة القدم أشجع جميع المنتخبات العربية بدون استثناء، أي منتخب أيا كان أشجعه صراحة، أي منتخب عربي، السعودية، الجزائر مثلا عندما تترشح، مثلا تونس، مصر، يعني كل المنتخبات صراحة عندما يكونوا يلعبون مع في حدث مثل هذا فأشجعهم، يعني أي منتخب عربي، فأشجع المغرب وأشجع يعني منتخبات عربية كلها. فعلى العموم هذا هو المقطع الخاص بنا، ولا تنسوا أن تنضموا إلينا عبر قناتنا الثانية، سننزل في هذا الحدث مع الجيم بلاي، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.